السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ومباراة جديدة وانطلاق وبداية مشوار المنتخب المصري في مباريات أولمبياد باريس 2024 القادم. ولكن قبل ما نعرف التفاصيل وموعد المباراة الافتتاحية الأولى للمنتخب المصري، نتمنى دعمنا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعطير التعليقات. بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. المباراة الأولى لمنتخب مصر أمام جمهورية الدومينيكان ضمن مباريات الجولة الأولى ومنافسات دور المجموعات لكرة القدم أولمبياد باريس 2024. المباراة على ملعب لا بجوار، توقيت المباراة يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعراق، والرابعة عصرا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر. أول مباريات المنتخب المصري يوم الأربعاء الموافق 24/7/2024. توقعاتكم معنا في التعليقات، من يفوز في هذه المباراة ومن يحصد أول 3 نقاط في منافسات الجولة الأولى ودور المجموعات وأولمبياد باريس 2024. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.